يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، السجود عند الصنم والقبر والذبح عند الصنم والقبر كذلك، هل يكفر صاحبه أم لا بد أن ينظر هل هو ذبح للصنم وسجد للصنم أو ذبح لله وسجد لله عند ذلك؟ هذه سفسطة وحذلقة لا تجوز. من ذبح عند القبر فهو مشرك، ومن سجد عند القبر فهو مشرك، ولا علينا من هل نوى ما نوى، كل هذه سفسطة. نعم.